دلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال لاب، وزي ما انتم عارفين اننا في الفقره دي بنعمل جوله سريعه في اكونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. ونجم السوشيال لاب النهارده الفنان التونسي ظافر العابدين، اللي دلوقتي متصدر ترند السوشيال ميديا بعد عرض مسلسله الجديد البحث عن علا الجزء الثاني، واللي بطوله الفنانه هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، وندى موسى، والنجمه محمود الليسي، وهو من اخراج هادي البجوري وتاليف مجموعه من الكتاب تحت اشراف هند صبري. ظافر كمان بيستعد للعوده للدراما المصرية من خلال مسلسل سكة السلامة اللي هيتعرض في رمضان 2025 بعد غياب 6 سنين عن الماراثون الرمضاني. تعالوا نبدأ بالإنستجرام. بيتابع ظافر العابدين 4 مليون متابع، وهو بيتابع 796 أكاونت منهم نجوم من الوسط الفن، ونشر حوالي 1056 صورة وفيديو. أكاونت ظافر زي أي فنان بيحب ينشر أعماله ويعلن عن الجديد منهم دايما، ولكن لفت نظرنا حبه البلد وتونس، وأنه دايما مهتم أنه يكون ليه أعمال هناك، وكمان دايما بيتكلم باللغة التونسية في أي فيديو. وآخر بوست نشره بيعلن فيه عن فيلمه الجديد صوفيا، وهو فيلم روائي طويل والتالت له من كتاباته وإخراجه وكمان إنتاجه. طبعا الإعلانات والفوتو سيشنز مسيطرة على الأكاونت بشكل كبير، فنشر تقريبا أكتر من 100 صورة ليه. من الانستجرام نروح للفيسبوك، بيتابع ظافر 3,800,000 أكاونت، وهو بيتابع 4 أكاونت منهم رامز جلال. وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب.